مشاهدينا، يمكن احنا على طاري الانفصال وطاري الامور، ويمكن كانت تكون مشاكل كثيره كانت من الانفصال زي ما تفضلت اودي، امر النفقه او الامور. وخلال هذا الامر حصل جدل كبير في الاوساط المجتمعيه مع تزايد المتطلبات في اسقاط النفقه عن المراه العامله. حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر سكايب استاذ خالد ابو راشد، محامي ومستشار قانوني. مساك الله بالخير استاذ خالد. اهلا وسهلا بكم وبالساده المشاهدين. خليني في البداية أشكر وجودك، وهنتحدث مع بعض اليوم بجراء أنا ومع أستاذ خالد، وهنتولى الموضوع اللي زي ما قلنا الآن هو حديث الساعة وشهدنا. في البداية اسمح لي أسألك، ما بالهم المحامين أصبحوا ينافسوا مشاهير السوشيال ميديا، وأصبحوا يبحثوا عن إثارة الجدل في السوشيال ميديا، وكل محامي يبغى يصنع له بصمة يذهب إلى قضايا المرأة ويقعد، أنا آسفة في استخدام هذا المصطلح، يطقطق على قضايا المرأة ويقول لك تسقط النفقة، ما لا للتعدد، يتزوج أربعة أو يتزوج أربعة، ويطلعوا واستلموها لا غرض من الأمر غير إثارة الجدل والتصدر الترند. هل تتفق أم تختلف؟ الحقيقة هذه بداية هجومية ما توقعنا، لكن المسألة احنا ما ندخل في النوايا اكيد، لكن لو تلاحظي في العشر سنوات تقريبا او الخمس سنوات الاخيرة اصبحت هنالك الكثير من القوانين الجديدة اللي بتصدر واللي بتمس حياتنا اليومية بشكل مباشر، يعني نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، نظام مكافحة التحرش، قبل كان قيادة المرأة، والآن نظام الإثبات مثلا خلاص يعني صدر، فنظام الأحوال الشخصية آخر الأنظمة اللي صدر مؤخرا. فطبيعي لما بتصدر هذه الأنظمة واللي تمس مثلا حياتنا بشكل يومي، طبيعي بتطلع معاها مثلا بعض الاستشارات أو بعض الجدل أو بعض الخلاف، لأنه أنظمة جديدة تحتاج توضيح، تحتاج مثلا يعني شيء من التفصيل. فإذا وجود المحامين لشرح هذه الأنظمة شيء طبيعي جدا، لأنه إحنا في مرحلة بتشهد تطور كبير للمملكة العربية السعودية بيواكب هذا التطور، طبعا صدور قوانين جديدة يعني تواكب هذا التطور. طبيعي مع الاستشارات القانونية إلا ما تطلع استشارة أو اثنين أو ثلاثة يعني يصاحبها جدل. هذه المسألة بكل بساطة يعني، لكن أكيد ما فاين بغرض وغرض هذا، لا اسمح لي أستاذ خالد، هذه البعض يعني البعض وليس الكل، البعض 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 القليل جدا ما لم أحد يستشيره يعني، لم لكن هو من باب أنه أنا ضربت القنبلة لتثير، على سبيل المثال ما وجدناه مؤخرا من أحد المحامين اللي غرد أنه إسقاط النفقة عن المرأة العاملة والمرأة بس تاخذ راتبها عشان ما أعرف إيش وإيش. أنا أشوف حتى إسقاط النفقة ذي أشوف شيء عادي، في بعد واحد محامي طلع يحرض على الزواج وأنه لازم الواحد يتزوج ويكتب في العقد أنه إجباري عليه أنه يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، فهل في محامي بهذه العقلية؟ معقولة؟ احنا خلونا نناقش المحتوى نفسه، يعني كل انسان طبعا مسؤول عن تصرفاته، ولكن طبعا كل انسان من حقه هو دافع عن وجهة نظره، فاحنا خلونا في المحتوى نفسه، لا تربطوني مع الزملاء. هذا لو انا منك معليش استاذ خالد والله اتبرى منهم. هذا مين بيروح يقول له تعال الله يخليك امسك لي قضيه ولا شن لي قضيه ولا حط لي قضيه، يعني حتى فكره وطريقه طرحه للموضوع غلط. يعني اكثر الناس اللي بتطلب محامين المراه هي الكائن الضعيف اللي دائما تلجا للمحامي، بينما الرجل لا قوه الا بالله قوي وماخذ حقه، فهو زعل الحين الحريم منه. لا شوفي، يمكن المراه كانت العنصر الضعيف السابق حقيقه، يعني في التواصل اليوم ما شاء الله تبارك الله. انا اختلف معاكي، وين ضعيفه المراه ما شاء يعني الله؟ يعني انت بعد قضيه ترى مو كل الحريم امبر، لا اسمحي لي بس أمبر. اليوم هي معلومه مهمه، اليوم المراه وهي في منزلها عبر الاون تايم ترفع دعوه طلاق، ترفع دعوه خلع، ترفع دعوه نفقه، اكيد ترفع مزعلها، اكيد مقصر معاها، ما اعطاها مصروف. اي فاليوم اصبحت المراه مثلها مثل الرجل في الحقوق، فيعني ما عاد في شيء اسمه ضعيف وقوي، كلهم في الحقوق كلهم متساويين اكيد.
طيب أستاذ خالد، خليني أخذك ونعود إلى المحتوى زي ما تفضلت. يمكن لو أستاذ الكنترول لو في ممكن نعرض تغريدة يمكن صدرت من أحد المحامين اللي ذكر اقتراحه لإسقاط النفقة عن المرأة العاملة. كيف ترى هذا الاقتراح، وهل هذا الاقتراح له بعض ما ينافيه من مآخذ شرعية أو اجتماعية أو وضعية، ولا ممكن يكون مقترح يؤخذ بعين الاعتبار من الجهات التشريعية؟ لا طبعا، هذا حقيقة اجتهاد في غير محله، في غير محله له أسس وله قواعد أن لا اجتهاد معنا. فطالما أن النفقة الله عز وجل أوجبها على الزوج، ففي هذه الحالة لا اجتهاد معنا. النفقة واجب قبل لا يكون واجب قانوني، صحيح. ثم بعد ذلك صدر نظام الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية الذي أوجب النفقة على الزوج، وفي مادة صريحة أن النفقة من حق الزوجة ولا تصدر إلا بالوفاء أو الإبراء. بالوفاء كيف؟ إذا أثبت الزوج أنه بينفق بشكل شهري يبقى قام بهذا الواجب، أو إذا الزوجة هي التي تنازل بطيب خاطر عن النفقة. فإذا يفترض أن يكون الاجتهاد في الأمور اللي ما فيها نص القابل للاجتهاد، ولكن متى ما كان في نص في القرآن الكريم حديث الشريعة الإسلامية، وجاء أيضا النظام بشكل واضح أن النفقة حق للزوجة وتجب على الزوج، إذا هنا يعني ما يفترض أن يكون في اجتهاد، لأن هذه مسألة محسومة تماما. أيضا بغض النظر عن حالة الزوجة المادية، وإحنا ذكرنا كثير جدا، سواء كانت الزوجة تعمل، سواء كان الزوجة لها تجارة أو لها ميراث أو كانت أغنى من الزوج، وإن كانت الزوجة أغنى من الزوج فالنفقة واجبة على الزوج، ولا يحق للزوج أن يعتدي على راتبها، لا يحق للزوج أن يمس من راتبها ولا على مالها ولا على كل ما يخصها. ما يخص الزوجة يخص الزوجة، والزوج هو الذي تجب عليه النفقة. هذه مسألة يفترض إنها من الثوابت شرعا وقانونا ولا جدال فيها. طيب أستاذ خالد، خليني أسألك، يعني إيش هي إشكالية البعض مع عمل المرأة؟ هل لأنها قاعد تشتغل ساعات طويلة، أو لأنها ممكن بعض النساء ما يشاركون أزواجهم في المصروف؟ هل هذه هي المشكلة عندهم الإشكالية؟ أيوة، إذا هنا يفترض أن نكون نبعد عن التشريع وعن القوانين ونأتي للعلاقة الزوجية بين يعني الزوجين. نعم، قد تكون المرأة يعني البعض طبعا نتحدث متطلبة، يعني طلباتها بترهق إمكانات الزوج، لا يستطيع أن يؤمن هذه الطلبات. قد يكون الزوج متضرر من عمل الزوجة إذا كان مثلا شفتات يعني في الفجر وفي المساء أو بفترة طويلة جدا، بحيث أنه هي بدأت يعني تقصر في واجباتها تجاه أبنائها تجاه منزلها. لا نعمم، بنقول قد يكون ذلك في بعض الحالات. إذا وجد هذا الخلاف يبقى يحل بين الزوجين، لا أن نشرع قوانين على العموم. هو غير قادر أنه هو مثلا يعني يستمر مع زوجته كون هي تعمل أو كون هي ظروف، إذا يعني آخر هذه الحلول اللي احنا ما نبغاه أبدا قد يكون الطلاق لا قدر الله. لكن أن نشرع قوانين لا، نحاول نحل هذه المشاكل. نعم يكون هنالك تدخل للأهل إذا كانت الزوجة تطلب طلبات فوق مقدرة زوجها المادية، إذا كانت الزوجة مثلا بسبب عملها بتهمل في منزلها والزوج قادر على إنفاق، يبقى دي مشكلة. يعني كل قضية على حدة، نحل بشكل خاص بين كل زوجين، لا أن نصدر قوانين يعني على العموم. نفرق بين التشريع وبين القوانين وبين الحالات الخاصة بين كل زوجين. أيضا قد يكون الزوج مقصر مع زوجته، الغير قادر على الوفاء بالعباءة المالية، اضطرت الزوجة إن هي تعمل عشان تساهم، يبقى هنا أصبح القصور من الزوج، والزوجة تحاول يعني حل هذا القصور المادي. قد يكون الزوجين يعني متفقين برضا تام، وأكرر برضا تام من الزوجة دون إجبار أو إكراه، إن هم يتعاونوا مثلا في المعيشة اليومية، يتعاونوا في أعباء الحياة، يبقى ده كلام جميل برضا الزوجة وليس بإجبار. إذا الحالات بكل زوجين تظل حالات خاصة، ولا نشرع ولا نعمم، هنا فرق وهنا فرق. أحسنت أستاذ خالد. عندي سؤال الآن،
جاء في بالي الآن بلسان حال ممكن بعض النساء اللي يشاهدون الآن. طب إذا لم تكن زوجة، أوكي أنا يعني وصل لي انقطاع، أوكي وراجع معنا دكتور خالد. دكتور خالد، استكمالا لسؤالي، ماذا لو كانت هذه الزوجة مش عفوا المرأة ليست زوجة، كانت أخ أخت أو ابنة، هل هناك فيما يخص قضايا النفقة في حال كانت عاملة، هل يحق للوالد يقول لها خلاص أنت اشتغلتي أنا ما أقدر أصرف عليك، مثلا إن كانت تحت ولاية أخوها أو تحت رعاية أخوها، كانت في دراسة بتاخذ مكافأة، كانت تعمل عمل أنه يعني تقف عنها النفقة كونها أخت أو أم أو 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 ابنة ليست زوجة؟ ومن قال أن النفقة على الزوج فقط؟ النفقة على ولي الأمر، وهنالك تسلسل في الولاية، فالنفقة منذ ولادة المرأة منذ ولادتها وحتى وفاتها معزز مكرمة، وولي الأمر هو الذي ينفق عليها بدءا من والدها، فإن تزوجت فزوجها هو ولي أمرها وهو الملزم بالنفقة، فإن طلق توفى زوجها إن كان لها ابن بالغ فالابن الأكبر هو الذي يستمر في النفقة، أو مثلا تعود إلى والدها أو جدها، ثم يأتي التسلسل في الإخوان، الأخ الأكبر فالأصغر فالأصغر، ثم العم الشقيق الأكبر فالأصغر فالأصغر، حتى وإن كانت عاملة دكتور خالد، حتى وإن كانت تعمل وراتبها أقول حتى وإن كانت عاملة، امرأة عاملة تستلم راتب وراتبها كبير، هل يحق لها الآن أن يستثنوها أهلها من النفقة؟ هي الآن تشتغل وخلينا تأخذ راتب كبير 10,000 وأكثر. لا، لولي الأمر وإن كان والدها أو زوجها أو ابنها الأكبر أو أخوها الشقيق أو عمها، ولي أمرها ملزم بأن ينفق عليها، وإن كانت تعمل وإن كان دخلها الشهري سواء كان من راتب أو من تجارة أو ملايين الريالات. المال المرأة للمرأة، والنفقة واجبة على ولي الأمر، على ولي أمرها. هذه مسألة ثابتة شرعا لا نقاش ولا جدال فيها، وهذا من تكريم الإسلام للمرأة. دكتور خالد، صراحة كنت يعني شرحت وأفدت ووضحت، فجزاك الله خير على هذه اللحظات اللي أعطيتنا إياها، وضحت هذا الأمر، وأعتقد كثير من المشاهدين والمشاهدات كان يهمهم هذه الإجابة الواضحة والصريحة. شكرا جزيلا لوقتك وشكرا لوجودك معنا. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين لكم.